السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الخريجة عبير زكريا ظاهر الأسطل، متزوجة وأم لستة أبناء. أكملت دراستي الثانوية عام 1993، التحقت بجامعة القدس المفتوحة وتخرجت منها تخصص لغة عربية وأساليب تدريس. دراسة الثانوية تزوجت ولم أستطع إكمال دراستي، وبعد 20 عاما قررت الالتحاق بالجامعة لإكمال دراستي، والتحقت بجامعة القدس المفتوحة تخصص لغة عربية وأساليب تدريس، والحمد لله تخرجت بمعدل 91.77. في الحقيقة أنا واجهت كثير من العقبات أثناء دراستي، فأنا متزوجة وأم رب البيت، ولدي 3 من الأبناء في الجامعة ومجموعة أخرى في المدرسة، ولكني بفضل الله سبحانه وتعالى استطعت التوفيق بين تدريس أبنائي ومتطلبات بيتي وبين دراستي، والحمد لله كنت متفوقة في جامعتي وتخرجت الحمد لله بمعدل الأولى على تخصصي من جامعة القدس المفتوحة. وأنا بجانب دراستي الجامعية واهتماماتي البيتية أمارس هواية القراءة، فأنا منذ الصغر كنت أهتم بالقراءة وأشتري بمصروفي المدرسي الروايات والكتب، وأنا الآن أقوم بكتابة الخواطر. رسالة لطلبة العلم الذين لم يحالفهم الحظ أو لم يكملوا دراستهم بأنه بالجد والمثابرة والإصرار والعزيمة يستطيعون تحقيق ما يتمنون، فأنا أقدم لكم تجربتي، فأنا استطعت الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى التغلب على جميع العقبات التي واجهتني، واستطعت أن أتخرج من الجامعة الحمد لله بمعدل امتياز، وكنت الأولى على تخصصي.